هواها مصري على الراديو 90 90. تواصلنا مع معالي السفيره نبيله مكرم وزيره الدوله لشؤون الهجره، يمكن مطلعه بيان مهم جدا بتطمنا على الجاليه المصريه باوكرانيا للوقوف كمان على متطلباتهم في المرحله الحاليه. وقالت السفيره نبيله مكرم ان في غرفه عمليات بوزاره الهجره بتتابع باستمرار موقف الجاليه المصريه في مختلف المدن الاوكرانيه في ضوء طبعا مستجدات الموقف بدوله اوكرانيا، وبتتابع وزاره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج بشكل مستمر موقف الجاليه المصريه باوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجاليه والدارسين المصريين هناك لمتابعه تطورات الوضع. وقالت السفيره نبيله مكرم انها شكلت غرفه عمليات مخصصه لمتابعه موقف الجاليه المصريه في اوكرانيا في ظل المستجدات، وبتتابع كمان اول باول مع الوزارات المعنيه، يعني مثلا ممكن وزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي عن الطلاب الموجودين هناك في اوكرانيا، وهنتابع مع حضراتكم اول باول لو في اي جديد، ولكن ربنا يحفظ ان شاء الله كل اهالينا وطلابنا الموجودين هناك على الحاله اول باول، حتى لو ما لحقناش في حال بلدنا هيكون طبعا مع زملائنا المحترمين على مدار الدقيقه الاولى في كل ساعه. خلينا نروح من وزاره الهجره نروح لمجلس النواب، وزي ما قلنا يمكن قانون الايجار القديم خلاص تم الموافقه عليه اعتقد في الجلسه العامه لمجلس النواب النهارده، بيقول المسمى اتغير بقى اسمه مشروع قانون. اللي افهمه او اللي يفهمه البعض ان مشروع قانون يبقى لسه لم يتم البت فيه، ولكن هل هو تم البت فيه وخرج خلاص من مجلس النواب؟ هيمشي بقى في دورته العاديه سواء لموافقه مجلس الدوله ثم اقرار من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب مين الشخصيات الاعتباريه المقصود بها القانون؟ المده المحدده قد ايه؟ خلينا نعرف تفاصيل اكتر من سياده النائب اشرف الشبراوي عضو مجلس النواب. يا سياده النائب مساء الفل. مساء الخير استاذ احمد، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. رحت الحتة شائكة جدا بس اعتقد انها خلصت. نقدر نقول الجزء الاول من قانون الايجار القديم خلص. تمام. اللي هو بيخص المحلات التجارية او المؤسسات او الشخصيات الاعتبارية زي ما حضرتك ذكرتوها في القانون، هو اسمه قانون ولا مشروع قانون؟ الو؟ اسمح لي اوضح حاجة بس عشان اتفضل المشاهدين يعرفوا الفرق ايه. اولا هو عاد قانون لانه اقر بصفه نهائيه وخلص. تمام. طلع من مجلس النواب توافق بصفه نهائيه وهيبدا ياخد دورته وياخد رقم. تمام. الحاجه الثانيه ان هو في فرق بين الشخصيه الاعتباريه والشخصيه الطبيعيه. صحيح. الشخصيه الاعتباريه اللي هي عباره عن المؤسسات الحكوميه، نقدر نقول القنصليات، نقدر نقول الشركات المدنية، الأوقاف، نقدر نقول كل ما هو شخص أكثر من شخص بيكونوا شخصية اعتبارية دول يعتبروا شخصية اعتبارية. الشركات المدنية والتجارية دي الشخصية الاعتبارية. تمام. دول اللي القانون هيتطبق عليهم. تمام. اسمح لي سيادة النائب أقف هنا. الشركات التجارية يتفهمها البعض، المحال التجارية، هنتكلم في صيدليات وهنتكلم في سوبر ماركت وهنتكلم في كل ما يخص الناس. لا، في فرق هنا. في الشخصيه الطبيعيه زي هنقول مكتب محامي. صحيح. ديت لا يشملها القانون. عياده بقى، محل صيدليه، ايا كان، دي شخص فرد واحد مش شخصيه اعتباريه. فرد الواحد دي مش شخصيه اعتباريه، دي طبيعيه. تمام. طبيعية. صحيح. لا ينطبق عليها القانون. تمام. القانون بينطبق على بعض التوصيفات اللي انا وصفتها لحضرتك. تمام. تمام. القانون من تاريخ اعتماده ونشره في الجريده الرسميه هيبقى 5 سنين. تمام. 5 سنين. ال5 سنين انت عارف حضرتك هو القانون عباره عن تفسير لحكم المحكمه الدستوريه العليا. صحيح. اللي سنه 2018 تاريخ 5 مايو. تمام. فالقانون هو بيفسر حكم المحكمه الدستوريه العليا على الشخصيه الاعتباريه. تمام. انت عارف حضرتك من ايام المحكمة الدستورية ما حكمت كان ممكن اي حد يرفع قضية فبيحكم له فيستلم العين بتاعته. صحيح. ولكن كان الظروف اللي بيمر بها العالم وهي ازمة كورونا ارتأت الحكومة والمجلس وافق على القانون على اساس يدي مهلة للشخصية الاعتبارية زي الاحزاب، زي الأندية، زي التربية والتعليم، المدارس اللي مأجرينها، زي الأوقاف، زي الوحدات المحلية، زي حاجات كتير. عدوها 5 سنين. 5 سنين تصوب أوضاعها وفي المقابل رفع الإيجار 5 أمثال. صحيح. يعني لو أجر بمية يبقى في 5 يبقى ب500. تمام. وفي السنة الأولى ال4 سنين اللي بعد كده من ضمن الـ5 سنين 15% زيادة كل سنة. تمام. تمام.
ديت بالنسبه للقانون الجديد اللي هو صدر بالفعل وبصفه نهائيه. طب سياده النائب في النص كده برضو، وانا بقرا مثلا بيان حضراتكم عن تفاصيل المشروع القانون، في مدار الخمس سنين دي هنتابع العلاقه ما بين المؤجر والمستاجر، هل معنى كده ان ممكن يتفقوا مثلا فما يخرجش؟ هتبقى اختياريه هنا؟ والله هي هتبقى لمده الخمس سنين ويصوبوا اوضاعهم مع بعض واتفقوا وعملوا عقد ايجار جديد هم الطرفين اتفقوا عليه، ده دي شيء راجع ليهم. يعني بعد الخمس سنين خرجنا من مسمى قانون الايجار القديم. بالظبط بالنسبه للشخصيه الاعتباريه، وخلينا احدد او اكد على الشخصيه الاعتباريه طبعا. فقط لسه عند الشخصيه الطبيعيه ولسه عند الايجار بغرض السكن. صحيح. والايجار بغرض السكنه دي هو انا من وجهه نظري شايف هو الاهم. صحيح. وهو عقل الالغام اللي انا في كلمتي في الجلسه العامه قلت ان احنا لازم نقتحم عقل الالغام عشان نعمل يعني علاقه ايجاريه عادله بين المالك والمستاجر، لان الطرفين يهمونا والطرفين مواطنين، المالك مواطن والمستاجر مواطن، لازم نوازن. بس فيها تفاصيل كتير دي يا سياده النائب، اعتقد دي لسه هتاخد شويه وقت، فيها تفاصيل كتير كتير مثلا الناس ممكن بتبقى مثلا بيفكروا كده بصوت عالي، طب ماشي انا دلوقتي اما هخرج من الشقه او هيأجر لي بصفه قانون جديد هيكون هو المسؤول عن الصيانه وهو المسؤول عن كل الحاجات دي، هتحطوها في القانون ولا لا؟ فعشان كده بقول لسه في تفاصيل كتير بخصوص الايجار للسكن. اكيد اكيد في تفاصيل جديد، وبرده لازم هنراعي فيه المستاجر اللي هو صاحب الدخل المحدود اللي هو غير قادر انه يدفع الايجار الجديد حسب المنطقه اللي هو ساكن فيها. لازم في امور ان احنا نعدل بين الاثنين بحيث برضو ان القانون ما يجيش على طرف ضد طرف. قبل ما ارجع تاني للقانون الخاص بالشخصيات الاعتباريه، خلينا في الايجار في السكن، هو في اي مرحله فندم دلوقتي في داخل مجلس النواب؟ في اللجان الفرعيه مثلا بيناقش ولا في اي مرحله؟ لا لسه ما دخلش خالص مجلس، لسه ما دخلش خالص هو بين الحكومه وبين ممثلين عن الكتل البرلمانيه في المجلس وبين بعض الوزارات بمجرد نقاش، وبعد كده هيخش حوار مجتمع ان شاء الله قبل ما مجلس النواب. طيب بالنسبه للقانون بقى اللي تم اقراره دلوقتي، هو برضه في اي مرحله؟ هل هو يخرج بقى هيروح دايما اعتقد مجلس الدوله ثم اقرار من سياده الرئيس؟ خلاص مرحلته النهائيه خلصنا، خلص من المجلس وطلع من المجلس، هياخد رقم ويمشي اجراءات اصداره ونشره في الجريده الرسميه. دي بتاخد وقت قد ايه يا سياده النائب بخبرتك كده تقريبا؟ ما اتوقع حسب وجهه نظري الشخصيه مش طبعا مش هتتجاوز الشهر يعني. في خلال شهر. ويتم اختار بقى خلاص كل المؤسسات دي، ان في منها كتير هتبقى مؤسسات حكوميه على فكره او مؤسسات دوليه زي ما حضرتك قلت بقى سفارات او قنصليات او الكلام ده كله. انا يعني كلمتي كمان كنت بنادي ان ما يكونش خمس سنين، يكون اقل من خمس سنين، لان مستحيل واحده يا سياده النائب واحده الناس لسه بتتاقلم يعني. خمس سنين اعتقد فتره زمنيه مناسبه. ما هو القانون معلش حكم المحكمه الدستوريه صادر من 2018 صحيح 22 مر عليه خمس سنين وهدك خمس سنين هو التصويب اوضاع فيبقى مده 10 سنين مظبوط صحيح. اجي بتكلم حضرتك انا كحكومه مأجر عند مالك واخد منه بيته، بيتهيألي المالك برضه حق انه ياخد بيته واللي مأجره بتراوي الفلوس، انا مش مع حد ضد حد، ولكن انا بقول وجهه نظر العادله في ايجار المفروض ما فيش حاجه ابديه، لما تيجي لي قنصليه اجنبيه او سفاره اجنبيه وتأجر مني وتراوي الفلوس والمواطن بتاعي. هستأذن حضرتك هنكمل مع بعض بس هنستمع لأذان العصر وارجع اكمل معاك مره ثانيه. هواها مصري على راديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ولسه منورنا في ضيافتنا على الهاتف سياده النائب اشرف الشبراوي عضو لجنه الاسكان، كمان بيوضح لنا وبيفهم لنا وبيبسط لنا موضوع قانون الايجار القديم اللي تم تطبيقه من او اقراره من مجلس النواب، وهيتم تطبيقه طبعا وفق رايه انه ممكن في خلال شهر ان شاء الله بعد اقراره ونشره في الجريده الرسميه، ولكن بعض الاستفسارات كانت الناس تسال عليها عن الشخصيات الاعتباريه وضحها لنا سياده النائب، ولكن هنستكمل معاه بعض النقاط كده. برحب بيك مره ثانيه سياده النائب. اهلا احمد بيه، اهلا وسهلا. نرجع تاني للعلاقه ما بين الشخصيات الاعتباريه والمؤجر، هل ممكن تبقى حاجه بتدخله فيها ولا ما تدخلش؟ يعني في كتير مثلا من الهيئات زي البنوك وزي الحاجات دي كلها، هي القيمه الايجاريه اصلا علوها بينهم وبين بعض، هيفرض عليه برضو الزياده الخمس اضعاف وهيفرض عليه برضو زياده السنويه، ولا حاجه مش هتدخله هنا او القانون مش هيتدخل هنا؟ لا يا فندم، القانون وضح الشروط الجديده بين المالك والمستاجر. تمام. وحتى في القانون هيتم تنفيذه على الجميع دون استثناء. يعني قصدي مش وفق قيم ايجاريه، لان طبعا كلنا عارفين في بعض مثلا الهيئات او الشخصيات الاعتباريه مأجره ب 10 جنيه و15 جنيه، بس في ناس رفعت اصلا بينها وبين نفسها. اللي رفع بينه وبين نفسه هتطبق عليه نفس القيم.
يعني هنزيد 5 أضعاف عن القيمة اللي هو بيأجر فيها. طيب أي شكل من أشكال الممانعة القانون قال إيه؟ أي شكل من أشكال الممانعة بعد 5 سنين ممكن هيلجأ للمحكمة، يرفع قضية ويمشي في إجراءاته بقى العادية. إجراءاته العادية بالظبط. بس بالنسبة للشكل الدستوري دلوقتي هو خلاص في قانون، فأعتقد ممكن الإجراءات القانونية في المحكمة هتبقى أسهل وأسرع بكتير. بالظبط كده، احنا كقانون اصدرناه خلاص، والوقتي هيبقى العلاقه بين المالك والمستاجر بالنسبه للشخصيات الاعتباريه هتبقى عن طريق المحكمه لو في اي خلاف بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اصدار القانون. طيب هروح لنقطه مهمه جدا حضرتك قلتها في كلامك ومشكورين هتعملوها طبعا، وهي الحوار المجتمعي اللي هيتم في الموضوع الايجاري بالنسبه للسكني بقى. هل تم برضو في حوار مجتمعي تم بالنسبه للشركات والهيئات ده قبل ما يتم اقرار القانون؟ بصراحه لا، عشان ما فيش اطراف معنيه مثلا ممكن تكونوا هتقعدوا معاها، ولا كان ايه السبب بالظبط؟ عشان ما فيش اطراف، الشخصيات الطبيعيه هي اللي كانت ممكن تبقى طرف، ولكن القانون استثنى الشخصيه الطبيعيه واعتمد بس الشخصيه الاعتباريه اللي انا وضحتهم لحضرتك هم مين. تمام، ده الحوار المجتمعي، لان زي ما حضرتك عارف ان الشخصيه الاعتباريه معظمها جهات حكوميه. طيب بالنسبه للاشخاص العاديين، هل في مخططكم هيتعاقدوا مع الطرفين المؤجر والمستاجر، ولا مين اللي هتقعدوا معاه؟ اكيد هيبقى حوار مجتمعي للجميع، ما هو زي ما بقول لحضرتك معمل حوار مجتمعي، فهو المالك والمستاجر هم من المجتمع. تمام، هيخص يا فندم هنا بقى زي القانون القديم كان يقول لك مثلا ايه القرابه من الدرجه الاولى لا ليها الحق، فاحنا مثلا ممكن نخص في القانون ده داخل تفاصيله في الحوار ان هو لا مثلا من الدرجه الثانيه الدرجه الاولى تفضل زي ما هي مثلا. والله انا من وجهه نظري برضو الشخصيه والكلام على اسمح لي، بالنسبه للقانون اللي لسه لم يصدر او وما دخلش المجلس، انا بتكلم بصفه شخصيه طبعا وجهه نظر حضرتك وخبرتك. لا انا وجهه نظري ان لازم يكون العقد جديد، هناتي حوار مجتمعي ونوصل لحلول ترضي الطرفين. صحيح، ويكون عقد جديد زي انا كنا نتمنى في القانون اللي صدر في 1996 اللي هو قانون عقود الايجار الجديده، كان يشمل كل شيء، ولكن انت عارف ان الايجار القديم هو زي ما انا وصفته حقل الغام. طبعا فيجب الحرص الشديد في اقتحامه والحرص الشديد في التعامل معاه. انما لما اجي اعمل حوار مجتمعي واقدر اوزن العلاقه بين طرفي العمليه الايجاريه واحاول اجيب بدائل، واحاول انا كحكومه ان يعني احاول اساعد اصحاب الدخول البسيطه او المعدومه، فيكون ان شاء الله هيكون في هيبقى قانون عادل ويرضي الجميع. يا رب ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك سياده النائب اشرف الشبراوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس كان طبعا مجلس النواب، ووضح لنا حاجات كتير جدا للتساؤلات اللي بتيجي لحضراتنا لحضراتكم من امبارح الصراحه، سواء مين هي الشخصيات الاعتباريه، وضح لنا طبعا الشخصيات الفرديه يعني عياده، محامي، مكتب محاماه، سوبر ماركت، صيدليه، كل الاشخاص الفرديه دي لهاش علاقه بالقانون اللي تم اقراره بمجلس النواب. اللي تم اقراره بمجلس النواب بيخص الشخصيات الاعتباريه، يعني بتعني بنوك، شركات كبيره، مدارس زي ما قال، قنصليات، كل ما يخص شركات كبرى، مش كبرى بس كمان في حجمها، في عدد اعضائها وممثلينها. وده هيتم اقراره ان شاء الله اعتقد الفتره اللي جايه، ممكن شهر ممكن يزيد شويه، ولكن خلاص تم اقراره من مجلس النواب. ده بخصوص كل تساؤلات حضراتكم. بالنسبه للسكني لسه في حوار بيتم بين الوزارات المعنية او مجلس الوزراء بصفة خاصة ومجلس النواب، لسه ما دخلش المجلس اصلا، وهنتابع بقى الفترة اللي جاية. احلى حاجة قالوها الصراحة ان لازم يبقى في حوار مجتمعي عشان كل الاطراف تقول رأيها، ما يبقاش من طرف واحد او من رأي شخص واحد حتى لو كان من الاشخاص المعنية. 1-99 رقم الاسم اس او تليفوناتنا على 2-18-10-866.